السلام عليكم. كسمحت لي بس عليكم هاني كبيرة مع الصحة حوت أخوتي مقارد الحوت حوت ما كاينش أتوالو أخوتي سردين دير 45 فرنك باجو دير هذا دير 9000 ريال والله يسخى. راه صورتكم واحد المفاجأة واعرة ما تشوفوا هذا الفيديو المليح داك الشيء راه بلا ما نهضروا عليه. عندك عبد العاطي وأسامة وتصامة تبيعوا المليح والله العظيم ناس طيب الله يجيبكم التيسير اخوتي. 900 وكاين غير تصنعت ربع صناديق راه القليل ولكن الصندوق كامل راه 1000 ريال ولا 9000 ريال سير سير ما شاء الله الله يسخر شفت السنه 90000 40000 فرنك واش مشى السردين نقول لك العالمي 40000 فرنك اي نعم 40000 45 وباعوه ب 45 اي 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 45000 فرنك تبارك الله ما شاء الله الله يسخر اخوتي الله يسخر شعلت العافيه شعل العافيه ما شاء الله 40000 فرنك انا ما لقيتوش بعد ما قلت مع الدراري ليه بقاو سميرنا خويا مشات ب 50 درهم هادو قال لها مشات ب 60 درهم هادي ما لقيتش هادي بغيت نعوش لكم مبروك رمضان كريم تنشكركم بزاف على المتابعه وديروا لنا شي كومونتير زوين شي حاجه مليحه خويا تنشكركم بزاف نشكركم وكنتمنى لكم التوفيق عاونونا راه شتا الايام شويه ما نلموش ما نسخر اخوتي نسخر هادو السواق غاديين بحالاتهم هادو ميرنا بروبيت كلشي اخوتي نسخر